أعزائي ولا حبايبي؟ أعزائي وحبايبي، ده أعزائي وحبايبي وروح قلبي، طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج عالم الكمبيوتر، الكمبيوتر وورلد، اللي بنتناول من خلاله شرح المنهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الأول إعدادي. وده إن شاء الله بنكمل مع بعض على مدى الحلقتين اللي فاتوا شرح للعناصر الأساسية لمنظومة الحاسب الآلي، فاكرين طبعا اللي متابعينا من أول حلقة، وكمان اللي لسه منضمين لنا قريب وتاهت منهم حلقة أو تانية. بإذن الله أنا مع بداية كل حلقة ببقى حابب أخد في الاعتبار كل حبايبنا عشان يبقوا معانا وكأنهم حضروا معانا في الأول. برضو صاحبتنا شيماء او زميلتنا شيماء الطالبه بالصف الاول اعدادي بتشاركنا، سباقه دايما، هي اللي تواصلت معانا تاني، وكنا حابين نتواصل مع وجوه اخرى تحب تيجي تشترك معانا في الشرح في الحلقات في الاستوديو ان شاء الله. فاكرين حبايبي سريعا كده تناولنا على مدى الحلقتين اللي فاتوا وقلنا ايه هو الكمبيوتر والاشكال المختلفه للكمبيوتر، وقلنا الكمبيوتر تعريفه جهاز الكتروني له القدره على 4 وظائف. حفظنا يا مستر؟ خلاص، بس حفظنا بعد ما استنتجنا، ما حفظناش عشان ننسى، لا حفظنا بعد ما استنتجنا وقلنا 4 وظائف ادخال، فاكيد يا مستر هيكون له وحدات ادخال ومعالجه، اكيد يا مستر هيكون له وحده معالجه واخراج وتخزين، هيكون عنده وحدات للاخراج ووحدات للتخزين. اتكلمنا وضمينا ده وقلنا ال4 فئات دول ما هم الا عباره عن الهاردوير او الاجهزه الماديه اللي بنقدر نلمسها بيدنا او نشوفها بعينينا قدامنا واحنا بنتعامل مع جهاز الكمبيوتر، سواء كان ديسكتوب او لابتوب او موبايل. ايوه بالظبط كده يا حبايبي، الهاردوير بالفئات الاربعه بتوعه، الانبوت يونتس وحدات ادخال، والاوتبوت يونتس وحدات الاخراج، ووحده المعالجه السيستم يونت اللي بمكوناتها الاساسيه كان بروسيسور او الرام اللي هي الراندوم اكسس ميموري الذاكره المؤقته، وقلنا ان من عيوبها انها مؤقته، تجي لنا وحدات التخزين الدائمه وتقول لنا انا جاي اسد العجز، انا جاي اقول لكم لو حابين تحتفظوا بارشيف من البيانات والمعلومات اللي عندكم، انا كمان اقدر اقول انا الهارد ديسك، انا الفلاش ميموري، انا الدي في دي او السي دي، انا الميموري كارد، اتفضل انا اعمل اكستنشن، هعمل امتداد، هعمل توسعه لك وتقدر تحتفظ. احنا النهارده ممكن نلاقي هارد ديسك بمساحه تخزينيه 1 تيرا بايت او اكتر. ايوه احنا طبعا ايامنا احنا في الثانوي كان عشان نسمع كلمه كمبيوتر ممكن يكون الهارد ديسك بالماكسيمم اقصى سعه له مثلا نقول 2 جيجا. ايوه حبايبي التكنولوجيا بتتقدم بريتم سريع جدا. نراجع كده مع بعض ونقول نشوف الفايل مع زميلتنا شيماء ونقول الشاشه بتاعتنا الكمبيوتر تكنولوجيا معلومات، هنتابع اساسيات الكمبيوتر. فاكرين الحلقه اللي فاتت قلنا ان الدرس القادم اللي هو هنبدا من عند السنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه. سريعا نقول احنا تناولنا على مدى الحلقتين اللي فاتت لحبايبنا اللي لسه منضمين لنا وكانوا غابوا لظروف خارج عن ارادتهم على الحلقتين اللي فاتوا، نراجع سريعا مع بعض عشان يبداوا يكونوا من غير ديتيلز طبعا مش بالتفاصيل عشان ما نظلمش حبايبنا الموجودين معانا في الحلقه النهارده واللي اتموا معانا حلقتين اللي فاتوا، وهنبدا النهارده ان شاء الله نكمل. على مدى الحلقتين اللي فاتت اتكلمنا عن اشكال معايا كده، على اشكال اجهزه الكمبيوتر، وقلنا عباره عن الكمبيوتر المكتبي. معايا شيماء لو انا بتكلم ممكن تشاركيني وتقولي مثلا المصطلح الانجليش، فقلنا من اشكال اجهزه الكمبيوتر الكمبيوتر المكتبي ديسكتوب، الديسك توب او الكمبيوتر المحمول لابتوب، اللابتوب، وكمان الاجهزه الذكيه سمارت ديفايسز. الاجهزه الذكيه سمارت ديفايسز، هو جهاز الكمبيوتر دون، فاكرين لما ارجعنا الاجابه عن سؤال سمارت ديفايسز دي هل تعد كمبيوتر؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله. النهارده هتكون الحلقه الحاسمه، وطلعنا بتعريف الكمبيوتر وقلنا الكمبيوتر سريعا كده عباره عن جهاز الكتروني له القدره على استقبال ومعالجه، بيستقبل مني حاجه البيانات والاوامر ويعالجها ويطلع لي معلومات، المعلومات ده اقدر اخرجها من خلال وحده اخراج، ورقه مطبوعه، حاجة مقروءة من شاشة العرض، حاجة مسموعة من السبيكرز السماعات، أو أقدر أخزنها عشان ما تضيعش مني لما التيار الكهربي يتقطع عن الجهاز الكمبيوتر. لا أقدر أحتفظ بنسخة من البيانات والمعلومات اللي تمت معالجتها داخل الرام لأنها
مؤقتة بالظبط، الراندوم اكسس ميموري او الرام، لانها بصفة مؤقتة بتحتفظ بالبيانات والمعلومات، فانا محتاج اخد نسخة من الموجودة في الرام واحتفظ بيها، واقول للكمبيوتر لو سمحت عندك وحدة تخزين انا موصلها في اليو اس بي سلوت اللي هو مثلا الفلاش ميموري، او هارد ديسك عندك متوصل داخل السيستم يونت، او اكسترنال هارد ديسك موجود خارجي، او دي في دي موجود في مشغل الاقراص وما الى ذلك. تمام. كمان تناولنا العناصر الاساسيه وقلنا الهاردوير وقسمناها وقلنا عباره عن انبوت يونتس، وحدات ادخال كيبورد، ميكروفون، تاتش سكرين، ماوس، كاميرا، سكانر، تاتش باد، وقلنا كمان وحده النظام قالت شكرا انت من خلال وحدات الادخال اللي وصلتها بي انا كوحده نظام او سيستم يونت، انا اخذت البيانات منك من وحده الادخال وخزنتها داخلي داخل، فاكره يا شيماء البيانات لما بيتم ادخالها بيتم ادخالها وبتتخزن فين؟ في الذاكرة المؤقتة الذاكره المؤقته، كنا بنرمز لها بالرمز رام. رام، برافو عليكي، بتختصر راندوم اكسس ميموري لرام، وبنقول ان الكمبيوتر بيقول لي او السيستم بتقول لي انا دلوقتي جاهزه بمكوناتي، بعد ما اعمل عمليه معالجه اقدر اعمل لك اخراج للمعلومات، اطلع لك الفاتوره موجوده على شاشه عرض، او اطبع لك الفاتوره موجودة على الطبعة، أو كمان أطلع لك شهادة مخالفات بالسيارة، أو أطلع لك بقول لك إجمالي الفاتورة بتاعت الأدوية اللي اشتريتها من الصيدلية، أو أطلع لك شهادة بتقول لك حالة ابنك النهاردة إيه بعد الامتحانات وبعد أعمال الكنترول، ناجح، ترتيبه له دور تاني، النتيجة دي بيطلعها الكمبيوتر از أوتبوت من خلال الأوتبوت يونتس. وبكده بيبقى لي إن أنا لو حابب أحتفظ، وده طبعًا شيء مهم جدا ان نحتفظ بالبيانات والمعلومات اللي تم معالجتها لحين الاستفاده منها في وقت لاحق، سواء كان براحتي انا وباختياري انا، او كان بتمليها علي التعليمات، فمثلا النظام او القانون المصري بيجبر وزاره الداخليه انها تحتفظ ببيانات السيارات عنده عشان يبقى عارف السياره دي مرخصه ولا غير مرخصه. بالظبط كده حبايبي، سيان كان باختياري او انا مجبر عليها بالتعليمات او الاوامر او القوانين، فانا هخزن او احتفظ بنسخه من البيانات والمعلومات المعالجه عندي داخل احدى وحدات التخزين الدائمه زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب، واختصرنا الموضوع ده وقلنا الهاردوير عباره عن انبوت يونتس والسيستم يونت والاوتبوت يونتس والستورج يونتس. تمام كده. وتناولنا في الحلقه اللي فاتت برضو سريعا كده الداتا اند انفورميشن، وقلنا ان الداتا والانفورميشن هما بمثابه الداتا اند انفورميشن بمثابه المفعول به في الجمله بتاعتنا، فالبيانات اللي هيتم ادخالها هي المفعول به. شيماء معايا الجمله الفعليه بتتكون من فعل وفاعل ومفعول، فاكره طبعا في اللغه العربيه. ففي النهايه انا بقول ان الداتا اذا هي المفعول به هي اللي هيتم ادخالها جوه الكمبيوتر، والمعلومات هي المفعول به برضو لان هي اللي هيتم اخراجها من جوه الكمبيوتر سواء كان شاشه عرض او برينتر ورقه مطبوعه. بالظبط كده حبايبي، فالداتا والانفورميشن في الجمله بتاعتي بمثابه المفعول به، ووحدات الادخال هي الوحدات او الادوات المساعده للادخال، ووحده المعالجه للسيستم يونت ان كان بروسيسور او الرام هي اللي مسؤوله عن المعالجه، والوحدات الاخراج هي المسؤوله عن عمليه الاخراج. تمام كده. وطلعنا بالبيانات وتعريفها اللي هي الداتا، وقلنا عبارة عن مدخلات النظام سواء كانت صوت من خلال الميكروفون أو صورة، زميلتنا شيماء تكمل لي، أو فيديو، لا لو صورة حبيبتي، لو صورة تبقى من خلال الكاميرا، الكاميرا أو فيديو من خلال الكاميرا، الكاميرا برضو، أو نص من خلال الكيبورد. وطلعنا بعد ما عملنا عملية معالجة للبيانات طلعت لي الأوت بوت بقى المخرج المنتج بتاعي المعلومات الانفورميشن، وقلنا عبارة عن مخرجات النظام والناتجة عن معالجة. هنعمل عملية حسابية يا معالج، هتجمع وتطرح وتضرب وتقسم وتقارن، أيوة بعد ما تتعب وتعمل العمال دي كلها أنت بمثابة خرجت لي معلومة مفيدة وجميلة تفيد متخذ القرار عشان يقول أنا هبني مدرسة جديدة في القرية دي، لأني كم نسمة موجودة في المرحلة العمرية أو الفئة العمرية دي عايزين مدرسة ابتدائي، أبدأ أخد قرار وأقول انا هعمل ايه. انا كمان في قرار عندي في البيت لازم يبقى من ضمن قراراتي قراراتي الشرائيه او البيعيه، انا هشتري ايه وفقا لمعلومات عندي، انا دخلي كام، احدد انا دخلي كام، النقد دخلني كام الشهر ده، وهبدا استثمر المدخلات بتاعتي دي في ان انا اشتري ايه، ايه الضروري ليا، وازاي امشي باقتصاد واكون بمتاز بان انا اقتصادي مش عندي مرض الاستهلاك وابقى راجل مستهلك. ان شاء الله كلنا
هنشتغل في بيتنا بنظام معين وبطريقة علمية منظمة، ازاي اعرف اقارن ما بين مدخلاتي ومخرجاتي بحيث ان احنا نعدي بمصرنا الحبيبة من الازمة اللي احنا فيها. طيب نراجع تاني ونقول على مدى الحلقات اللي فاتت تناولنا مكونات وحدة النظام، وقلنا عبارة عن الذاكرة الرئيسة المين ميموري او المعالج، واللوحة الام بقى هي اللي بيتم التثبيت عليها الحاجة دي. وتناولنا قلنا ان الذاكره الرئيسه من احدى انواعها الذاكره المؤقته الرام، وما بتحتفظش طبعا بالبيانات بمجرد انقطاع التيار الكهربي، والذاكره الدائمه للشركه المنتجه هي المسؤوله عن اعدادها وتخزين البيانات اللي فيها علشان الكمبيوتر يستمد منها في بدايه تشغيله بالتعليمات اللي هيبدا يشتغل بيها. وبنبدا النهارده ان شاء الله لحبايبنا اللي كانوا معانا واللي لسه منضمين نقول نتابع مكونات وحده النظام، وقلنا عباره عن وحده المعالجه المركزيه اللي هي السنترال بروسيسنج يونت، السنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه، وبتختصر بثلاث حروف اللي هي سي بي يو، وده شكل الكومبوننت او التشيب او الشريحه الالكترونيه. ده من ضمن اشكالها، في اشكال كتير لها بتبقى موجوده داخل السيستم يونت، سواء بقى كان لابتوب او ديسكتوب او حتى الموبايل بتاعي اكيد هيبقى فيه معالج سي بي يو. من ضمن وانا بشتري الموبايل بيقول لي من ضمن بياناته المعالج كام، انا طبعا بجري وادور على المعالج اللي يناسبني ويناسب متطلباتي. طيب نبدا النهارده ونقول ان وحده المعالجه المركزيه او السنترال بروسيسنج يونت او اللي بيشار اليها بالسي بي يو، شيماء تعرف لي التعريف وتقرا لي وتقول لي. هي المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية هي الحيالية. المسؤولة، صوتنا أعلى عشان حبيبنا في البيت يسمعونا يا شيماء لو سمحتي. هي المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية. بالظبط كده، لحظة، شيماء بتقول لي وهي المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية. مخ الإنسان هو اللي مسؤول عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية البروسيسور، لأنه بيضاهي بيمواثل. لما بيماثل عقل الإنسان أو مخ الإنسان هو في الكمبيوتر بالظبط كده، بيقول لوحدات الإدخال اتفضلي أنا اللي هخليك، أنا اللي هستقبل منك البيانات الداخلية، ويقول للرام احتفظي بالنسخة اللي تم إدخالها، صوت صورة أرقام حروف ما تفرقش معايا، أنا المعالج اللي مسؤول عن عملية الإدخال دي. ويقول للرام كده أنا اللي هأجري عمليات المعالجة عندك، هأجري عمليات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمة، وهأجري عمليات منطقية، هقارن نتيجة بدرجة معينة وأقول لو درجة الحرارة المتوقعة اليوم أو غدا مثلا كذا، فأدي قرار وأقول للصيادين المصريين بتوعنا حبايبي انتبهوا إن الموج عالي أو درجة الحرارة كذا أو اللي هيطلعوا مصيف، يبقى القرار وفقا لمعلومة، والمعلومة نتجت عن معالجة، والمعالجة جت إن المعالج قام بعملية منطقية بعملية حسابية، عمل عملية حسابية أو منطقية على البيانات اللي تم إدخالها من خلال وحدات الإدخال. طبعا السيمفونية كده بدأت تفهم تستنتج مش تحفظ. حبايبي نكمل مع بعض ونقول التعريف بيقول لي وهي المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية من خلال احتوائها على وحدتين. هي السي بي يو دي بتكون داخليا طبعا ده بشكل بقى هاردوير أو صيانة، أنا اللي يسأل فيها المهندسين الصيانة يعني ايه معناها مكون من وحدتين داخليتين، هو السي بي يو دي الشكل بتاعه، لكن مهندس الصيانه اللي بيبقى خريج هندسه الكترونيات مثلا او علوم حاسب هو بيبقى دارس الشكل التقني للسي بي يو بيتكون من ايه وكم مقاومه وكم مكثف. الحاجات دي ان شاء الله لحبايبنا اللي هيكملوا في كليه هندسه او كليه حاسبات ونظم معلومات هم اللي بيدرسوا الشكل ده بالتفصيل. نرجع تاني ونقول طيب يا مستر ايه هما الوحدتين اللي بيكون منهم وحده المعالجه المركزيه؟ بسمي اول وحده وحده الحساب والمنطق in English arithmetic and logical unit. arithmetic and logical unit تختصر ب ALU. الشاشه موضحه لي ان الثلاث احرف اللي ملونين باللون الاحمر الارثميتيك اند لوجيكال يونت ALU تختصر لكده، هي عبارة عن وحدة الحساب والمنطق كإحدى مكونات وحدة المعالجة المركزية. الوحدة دي طبعا بالتأكيد من اسمها معروف كده، وظيفتها هي اللي بتقوم بعملية المعالجة، أيوة تجمع وتطرح وتضرب وتقسم وتقارن. تمام نشوف الوحدة التانية، وحدة التحكم الكنترول يونت CU تختصر لCU كنترول يونت او وحده التحكم. طب وهي المسؤوله يا مستر؟ كل ما وحده، ايوه حبايبي معايا،
كل ما وحدة الأرثمتيك أند لوجيكال يونت الـ ALU تقوم بعملية حسابية معينة في جمع، فتاخد جزء من الحساب مثلا، هتاخد التلاتة وتعمل عملية جمع للأربعة، فوحدة التحكم ترجع تتأكد كنترول، تتأكد إن تمت العملية دي بنجاح ولا لأ، لأن عملية المعالجة والحساب والمنطق بيتم في الرام، فيبقى المسؤول عن إن التأكد من إن العملية دي تمت ولا لأ هو الكنترول يونت اللي هي موجودة كإحدى أو كثاني وآخر مكونات وحدة المعالجة المركزية. طيب ننتقل لمفهوم جديد يا شيماء، ووحدات قياس سعة التخزين. نسأل شيماء حبيبتنا النهاردة ونقول لها، أنت في الفصل مثلا يا شيماء لما يجي المدير ويسأل سؤال كده، أو ممكن يكون السؤال ده تردد قدامك وبيقول الفصل بتاعنا يسع لكام طالب، نقدر تاني الفصل بتاعنا يسع يبقى السعة بتاعته لكم، يبقى عدد لكم طالب، تقدر تحددي الفصل بتاعك يسع لكم طالب وطالبة بناء عن عدد ايه؟ عدد طلاب. عدد، انا اللي بسألك انا كمدير اهو، وبقولك فصلك يقدر الطلاب لسه في الطابور بر، وانت الوحيد اللي واقفة قدام الفصل بتاعك، وبقولك ألقي نظرة كده على الفصل بتاعك يا شيماء، وبعد ما تلقي نظرة على الفصل ردي عليا وقولي لي الفصل ده يسع لكام طالب يا شيماء بناء عن ايه؟ عن ايه تحددي؟ على عدد المقاعد ايه؟ بتاعهم. عدد المقاعد بتاعهم. المقاعد. برافو عليكي شيماء. هنا حبيبتنا وقالت ببساطة، انا لما هألقي نظرة على الفصل هعد عدد المقاعد، وبناء عليه هاخد او اطلع معلومة، اسف انا مش هاخد قرار طبعا، انا مش مديرة، انا هطلع معلومة وهعطيها للمدير، وبناء عليها المدير ياخد قرار ويقول للمدرس الاخصائي اللي مسؤول عن انه يطلع الطلاب ويسكنهم للفصول، يقول له مثلا، نرجع لشيماء ونقول لو لقيت يا شيماء في الفصل 30 مقعد، فاكيد المعلومه اللي هتقوليها للمدير ان الفصل ده يسع لكام طالب؟ 30 طالب. 30 طالب وطالبه. برافو عليكي. طيب فالمدير هياخد قرار ويقول للمدرس طلع لي وسكن لي، اعمل عمليه تسكين، ايوه سكن، دخل لي طلبه في الفصل ده فيما لا يزيد عن 30 طالب. 30 طالب وفقا لعدد المقاعد. بالظبط كده. احنا حبايبي مش في الكمبيوتر هنا قلنا عايزين نخزن، ده الرام مكان تخزين، رغم ان هو مكان مؤقت لتخزين، ولكن في النهايه هي احدى انواع الذاكره، الذاكره المؤقته الرام. طب وحدات التخزين الدائمه الاستورج يونت، هارد ديسك، فلاش ميموري، دي في دي، الميموري كارد، از ستورج يونت، وحدات تخزين دائمه ما بتفقدش محتوياتها بمجرد انقطاع التيار الكهربي، الا لو انا حابب انها تفقد محتوياتها، فانا اللي بعطي امر للكمبيوتر واقول له كلير ديليت، امسح، نظف لي وحده التخزين دي. ايوه انا اللي بناء عن امر مني انظف وحدات التخزين دي وافرغها من محتوياتها، لكن هي في النهايه وحدات تخزين دائمه تسع لكام؟ ايوه بالظبط كده. اللي هينقل الخبره من خلال المثال اللي لسه تناولناه من انا وشيماء، وبنقول بتسع لكام، هيفهم بدايه كلامنا النهارده عن حاجه اسمها وحدات. شاشتنا معانا يلا حبايبي، ونقول وحدات قياس سعه التخزين. يعني كم طالب في فصلك بالمدرسه يا شيماء؟ ومن خلال المثال اللي قلناه فانت جاوبتي وقلتي 30 مقعد، فاكيد اكيد الفصل هي مش هيقبل اكثر من 30 طالب او طالبه. بالظبط كده. انا هنا برضو بنقل المثال ده واقول في وحدات القياس سعه التخزين ان البايت، انت عندك في الفصل المقعد، انا هنا عندي، نبص للشاشه بتاعتنا حبايبي على اللابتوب، يعتبر البايت بي واي تي اي بايت ان انجلش، يعتبر البايت اصغر وحده تخزين للبيانات عبر وسائط التخزين المختلفه، حتى كان مؤقته او دائمه. تمام. وهو يعبر غالبا عن حرف او رمز، يعني انا استخدمت الكيبورد وبدات اكتب مثلا، بدخل بيانات اسم الطالب، فكان مثلا دلوقتي الذاكره اللي قدامي هكتب اسم الطالبه الشيماء، كل حرف من حروف الشيماء هو بمثابه بايت هيتم التخزين. تمام كده. يبقى يعتبر البايت اصغر وحدات، فلو الشيماء مكونه من 5 حروف يبقى انا محتاج كام بايت، او هستغل كام بايت، او هسكن كام بايت داخل وحده التخزين؟ 5. برافو عليك يا حبايبي. البايت ده مكون من حاجه اسمها بت، 8 بت هنعرفهم فيما بعد ان شاء الله بالشكل اللي قدامي دون. الثمانية بت اللي قدامي دون بيمثلوا باختلاف الزيرو والوان داخلهم معنى البايت، فببص للشاشات المختلفة
اقول يبقى البايت بزياده الساعه التخزينيه لوحدات التخزين نتيجه التطور التكنولوجي في عالم الالكترونيات، ظهرت عده وحدات لقياس الساعه التخزينيه، وهي تعبر عن مضاعفات البايت، اما كان بقى الـ البايت، اما يكون مثلا دلوقتي بالكيلو بايت اللي هو يساوي 1024 بايت، او الميجا بايت اللي هو يساوي 1024 كيلو بايت، او الجيجا بايت يساوي 1024 ميجا بايت، او التيرا بايت 1024 جيجا بايت. وبكده عرفت النهارده ان البايت هو اصغر وحده تخزين اقدر اخزن من خلاله وان كاركتر او حرف او رمز. بكده بكون وصلت لنهايه حلقتنا النهارده حبايبي، سعدت بيكم بزميلتنا شيماء، على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله على خير. استودعكم الله، عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.